السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني مرحبا بكم مرة أخرى عند حسين الدودي بائع لوازم الفقاسات والدجاج. اليوم بإذن الله غنشارك معكم واحد الفيديو ديال افتراس كلب من طرف تمساح في واحد النهر أو بركة مائية كبيرة. اللي أثار انتباهي في هذا الفيديو هو أن هذا السيد هذا أو مول الكلب اللي تصور هذا الفيديو فهو كان على علم بأن هذه البركة فيها التماسيح يعني، لكن هو كان ينتظر فوقاش يجي التمساح باش يفترس هذا الكلب هذا. وهذا الشيء ولينا كنلاحظوه بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي انهم كيعرضوا الحيوانات يعني الاعدام مباشره في اللايف او عبر الفيديو فقط من اجل المشاهدات. كما كتشوفوا فهو كيقوم بالتصوير ديالو في هذا النهر هذا. خليكم مع الفيديو باش تشوفوا شنو غادي يوقع لهذا الكلب هذا. وبطبيعة الحال كنعتقد ان هذا السيد من منطقة اسيوية، ومن اللي غيبان التمساح غادي نشارك معكم اللقطة. هو التمساح ذا ايه كيبولا كيبولا ايه ايه ايوه ايوه وش يديه معاه. وهنا تظهر ان السيد انهر بالله والله قطع لان التمساح غادي يجي هذا فقط والله يرى المشاهدات يا مين ريكوردنا فورني ما خلق ما مدكنا شكرا على المشاهدة ان انكم تفعلوا مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انا ريكسي ليه ايوه.